من بين جميع الاحتفالات والعطل السويدية المرتبطة بفصول السنة، فإن الاحتفال منتصف الصيف نكهة مميزة لا مثيل لها من حيث الاستعدادات وشكل الاحتفال والشعبية بين السويديين. وفي هذا الفيديو ستتعرف عن قرب على أحد أهم الأعياد السويدية، عيد منتصف الصيف. يتمتع عيد منتصف الصيف ميد سومر بشعبية كبيرة بين السويديين، ومنذ عام 1953 يتم الاحتفال به يوم السبت الواقع بين 20 و26 يونيو حزيران، وبالتالي يكون الاحتفال دوما في مساء يوم الجمعة الذي يسبقه، والذي يقع بالنتيجة بين يومي 19 و25 من يونيو حزيران. ويتزامن العيد مع الانقلاب الشمسي الصيفي في نصف الكرة الأرضية الشمالي، والذي يقع بين 20 و22 يونيو من كل عام، حيث تكون الشمس في أعلى ارتفاع لها ظهرا فوق الأفق. ويعتبر الاحتفال بعيد منتصف الصيف في متحف سكانسن المفتوح في العاصمة ستوكهولم واحدا من أكثر الاحتفالات شعبية وشهرة، كما يمكن الاحتفال في الحدائق العامة والمتنزهات والبيوت الصيفية. في الواقع يمكنك الاحتفال في أي مكان في السويد طالما تتواجد في الطبيعة وتستمتع بالهواء الطلق. ورغم ربط الاحتفال في السويد وغيرها من الدول الأوروبية بميلاد القديس يوحنا المعمدان، إلا أن أول ذكر لاحتفالات منتصف الصيف كان في الأساطير الأيسلندية القديمة، مما يشير إلى تأثيرات تعود إلى أزمنة بعيدة. ولا توجد دلائل مؤكدة حول ارتباط الاحتفال بمنتصف الصيف بأي تقاليد أو احتفالات ترجع إلى عهود ما قبل المسيحية، ولكن من المؤكد أن أول وصف لاحتفالات منتصف الصيف تم العثور عليه في قصة الشعوب الإسكندنافية للمؤلف أولوس ماغنوس في القرن 16 ميلادياً. ولا يعتبر الاحتفال بهذا العيد حكراً على السويد، بل تحتفل به أيضاً دول الشمال الأوروبي وإستونيا وشعوب البلطيق وبلغاريا وبيلاروسيا وروسيا وبولندا وألمانيا وهولندا وغيرها. من العلامات الفارقة لاحتفالات يوم منتصف الصيف هي الرقص حول سارية عيد منتصف الصيف التي يجري تزيينها بأوراق الأشجار وأكاليل الزهور، كما يضع العديد من البالغين والأطفال أكاليل الزهور على رؤوسهم. لن تخلو مائدة احتفال بمنتصف الصيف من أسماك الرنجة المخللة والسلمون وأطباق البطاطا المسلوقة مع البصل الأخضر والشبت. وعلى اختلاف وتنوع أطباق الحلويات، فإن تقديم كعكة الفراولة مع الكريمة المخفوقة هو الآخر أمر مشترك في جميع الاحتفالات التي تقام من شمال البلاد إلى جنوبها. والمشروبات الكحولية القوية كشنابس، والتي يتم تقديمها على مائدة الاحتفال مع الطعام، حيث يترافق شرب أنواع المشروبات الكحولية عادة مع الغناء بالتناوب بين الحضور، وعادة ما يكون ذلك بتقسيم المبادرين إلى غناء الأغاني الفلكلورية التي تدعو للبهجة والسعادة حسب الطاولات التي يجلسون عليها، فيغني في كل مرة فرد من إحدى الطاولات، وعادة ما ينتهي الغناء بتناول جميع الحضور شيئا من مشروباتهم. من الأمور التي تميز احتفال منتصف الصيف عن غالبية الاحتفالات الأخرى أنه ليس مجرد احتفال أو عطلة نهاية أسبوع يتم قضاؤها مع الأهل والأصدقاء في الطبيعة في أجواء من الغناء واللعب مع موائد عامرة من الأكلات التقليدية. فعيد منتصف الصيف هو بداية فترة العطلات الصيفية التي تمتد عادة لفترة تصل إلى 5 أسابيع، يتم قضاء قسم منها في المنازل الريفية، بينما تنتهز نسبة عالية من السويديين فرصة فصل الصيف للسفر إلى خارج السويد لزيارة بلاد جديدة أو زيارة الأهل بالنسبة للمهاجرين.
مع الإشارة هنا أن المدن الكبيرة عادة ما تبدو شبه خالية خلال يوم الاحتفال وخلال فصل الصيف بشكل عام، في وقت تشهد فيه الطرقات الريفية اكتظاظاً عالياً مقارنة مع أيام السنة الأخرى.